وللحديث أكثر حول الشأن العراقي انضم معنا من فيينا دكتور عبد السلام البرواري أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور عبد السلام. بداية نبدأ من جلسة البرلمان اليوم، وكيف تقرأ سعي البرلمان لتمديد ولايته التي يفترض نهايتها في الأول من تموز، ومن قبله تصريح رئيس الحكومة ببقائه ما لم تصدر المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات؟ يعني هذا موضوعان، طبعا الموضوعان معالجان في الدستور وفي الأنظمة الداخلية. بالنسبة للبرلمان طبعا التمديد ليس له أي أساس دستوري، ربما كان الدستور يعني مقصرا في أن يوضح هذا الأمر، وحتى النظام الداخلي للبرلمان لم يتضمن أي آلية للتمديد. أنا أتصور من الصعب جدا أن يتم يعني التوصل إلى الأكثرية البرلمانية، وكما جاء في تقريركم هذين اليومين ربما سيتمخضان عن يعني صفقة لا أقول يرضى عنها الجميع، ولكن للخروج من هذه الأزمة. بالنسبة للحكومة يعني عندما تنتهي الانتخابات بحين تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها قسم أمام البرلمان، الحكومة الحالية تبقى ولكن على الحكومة تسيير أعمال، لأن البرلمان حتى إذا لم تنتهي مدته بعد الانتخابات لا يحدث إلا طيب يمارس مهمة مراقبة لا يحدث. دكتور عبد السلام، ذكرت موضوع صفقة، برأيك ما نوع الصفقات التي يمكن أن تعقد في العراق الآن، خاصة في ظل أحزاب تتصارع فيما بينها من أجل العودة إلى السلطة مرة أخرى بالنسبة لشخصيات خسرت في هذه الانتخابات؟ يعني أنا شخصيا شخص أؤمن بالانتخابات وبالأساليب الديمقراطية والسلمية لتبادل السلطة. تصارع الأحزاب موجود في كل العالم وفي كل الديمقراطيات، ولكنه يحدث عن طريق نيل ثقة الناخبين أولا، وثانيا عن طريق السياقات المعمول بها، مثلا في العراق لا يكلف الحزب الفائز بأعلى الأصوات أو الحاصل على أكثر المقاعد، بينما بل الكتلة التي يتم تشكيلها بعد بدء البرلمان عمله. ونحن نرى مسعا حثيثا لتشكيل مثل هذه الكتلة. أنا أتصور يعني لكي أجيب بصورة مباشرة، الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن تؤثر هي إيران، وهذا واضح وحتى الأمريكان يعرفون ذلك. السنة ليس لهم دعم قوي، لا تركيا ولا قطر ولا السعودية ليست لها خبرة وليست لها إمكانية للتأثير على القرار. الكرد منقسمون فيما بينهم، الحزب الديمقراطي الكردستاني أراد فقط أن يثبت للعالم أن الاستفتاء لم يكن كارثة، وأن الشعب الكردستاني سيشكر الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه أقدم هذه الخطوة، وهو ما حصل. حصل على الحزب الوحيد في العراق الذي حصل على أكثر من 20 مقعد، تعرف كل الأحزاب الأخرى هي كتل من 16-17 حزب. طيب دكتور إيران، إذا سمحت لي أنا أود أن أتناقش معك. كذلك الشيعة، طبيعة الشيعة يمكن المرجعية بقرار واحد أن تجمع هؤلاء، كل هؤلاء الشيعة الذين يظهر أنهم ضد الآخرين. دكتور عبد السلام هل تسمعني؟ دكتور عبد السلام نعم. أنا أود أن أتناقش مع حضرتك بقضية خاصة بمبدأ تبادل المناصب، أو يعني عملية الانتخابات الديمقراطية التي تحدثت عنها وتسليم السلطة وما إلى ذلك. عملية الانتخابات الديمقراطية بشكلها المعروف عالميا، هل يمكن أن نقول بأنها تحققت في العراق؟ يعني إذا تابعنا المشهد القريب المشابه، الانتخابات التركية التي حدثت، وحضرتك أعلم مني عملية الصراعات وعملية تحذير نواب من أن الخاسرين مستعدون لحرق البلاد، هل يمكن أن توصف العملية في العراق بأنها ديمقراطية؟ لا أبدا. أنا بحكم اختصاصي يعني في علم الاجتماع السياسي لا أتكلم بعاطفة. الديمقراطية ليست مجرد إجراء انتخابات وتعدد أحزاب. الديمقراطية هي ثقافة، هي طريقة تفكير ونمط حياة.
أنا قلت أعتقد في برنامج سابق لديكم أن أهم ما يميز الديمقراطية عن الأنظمة الأخرى هو أن يتعلم المرء، يعني أقصد يتعلم السياسيون وتعلم الأحزاب كيف يخطر. في الشرق الأوسط يعني عقلية الخطارة مرفوضة، هذه ممزوجة بمشاعر قبلية وب يعني تعتبر إهانة، لذلك لا يمكن الحديث عن ترسخ الديمقراطية أو أي تقدم ديمقراطية، لا في العراق فقط، حتى في بقية المنطقة، يعني انظر العالم العربي أيضا. لذلك أنا عندما كنت أتكلم عن الديمقراطية يعني النصوص، ولكن بالتأكيد ما يجري في العراق هو دليل على عدم نضوج السياسيين وعدم إيمانهم أصلا بهذا المبدأ الراسخ في الديمقراطية، أنه ليس هناك حاكم للأبد كما أنه ليس هناك خاطر للأبد. والأحزاب في أوروبا تراها يعني يهنئ الخاطر الفائز أنه يستعد للانتخابات المقبلة. هنا يعتبر لأن يأتي عامل خاص في العراق، في فترة 12 الماضية حصل الكثير من الفساد وسرقة الأموال، والكل يريد أن يحتفظ بمقعد في البرلمان أو في الحكومة لكي يكون محصنا، كما على المالك مثلا لكي لا تتم محاكمته، لأنهم يعرفون إذا لم يبقى الحكم سوف يحاكم ويتصفى. شكرا جزيلا الدكتور عبد السلام البرواري، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.